مصطفى خمخم رئيس نادي الصفاق، سي علاقة كبيرة ولات بين الببليك سي سي اس والهيئة بعد ما شفنا التكريم للمحب اللي تتعرض للعنف في ملعب جرب. والله أقل شيء نجمو نعملوه لجماهير النادي الأوفياء اللي نلقاهم في جميع أنحاء الجمهورية، صحيح تعرض للمظلمة اليوم حضوره باش كرمناه، كذلك أصحاب الاحتياجات الخاصة اللي يتابعوا مقابلات الكل كيف كيف كرمناهم. نادي الصفاق سي عائلة كبيرة تلم الناس الكل، وإن شاء الله معناتها اليد في اليد نجمو ناملو كونو فريقنا يتعدى نوتر بالي. ودي بحذاك المحب، عندك شي ميساج تحب تقوله له؟ والله يقول له معناتها شنو نقول لك، فرحانين بيه، بارك الله فيه على الشحنة اللي عطاها لنا، بارك الله فيه على تشبته بالنادي الرياضي بالفريق نتاعو ومتابعته للفريق في كل مقابلاته. عندك ما تقول؟ حاب نشكر مرة أخرى الصفاقسية الكل، حاب نشكر الهيئة المديرة وعلى رأسها سي المنصف خفاخم اللي قدرني ورجع لي الاعتبار نتاعي، حاب نشكر العائلة الموسعة للنادي الرياضي الصفاقسي من جماهير من هيكل السوسيوز الهيئة المديرة الناس الكل اللي هزتني فوق روسها ما خلوا بعملوا معايا. والله صدقني 4 أيام تعداو أحلى 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 أيام في عمري، ومن تكريم بتاع اليوم مش تبالي، عندي مسؤولية كبيرة قدام نادية أني لازمني نجي وناقف وندعم وناخذ بالمو وناخذ تكي، وما عندي حتى مزية. ومن المنبر هذا أدعو جماهير النادي الرياضي الصفاقسي كلها بدون استثناء، كلها الجماهير التفوا على جمعيتكم وكونوا سوليدار، وربي معاكم وإن شاء الله نزهر بدونه.